صوت مساء واصلكم تمام. أستاذ مشان أكو تمام راح نرجع نعيد. نجي على كده الجزء الثاني من المحاضره هو الانستركشن سيت اوف 886 مايكرو بروسيسور. There are 117 basic instructions in the instruction set of 8086 microprocessor. إذن 117 إعاز هم اللي راح نستخدمهم كلغة برمجة في 8086 microprocessor. The instruction set of 8086 microprocessor can be divided into the following groups. ممكن تنقسم إلى 10 مجموعات. راح نحاول نأخذ أهم الإعازات اللي نحتاجها في كتابة الكودز. النوع الأول اللي هي Data Transfer Instructions. النوع الثاني هو Arithmetic and Logic Instructions. Shift and Rotate, Flag Control, Compare Instructions, Jump. نجي على Data Transfer Instructions اللي هو أول مجموعة أو أول جروب، يتكون من 6 إعازات اللي هي الموف، الإكسشينج، إكسليت، LEA، LDS، LES. الموف هو راح يتعامل أما مع بايت أو وورد، الإكسشينج أيضا مع بايت أو وورد، الإكسليت ترانزليت بايت راح يتعامل مع البايت فقط، لود إفكتيف أدرس، أن LDS اللي هو لود ريجستر أند The general form of move instructions is as shown below. فمن خلال هذا الجدول راح نشوف تفاصيل الإعاز. الإعاز من يكتب بالبرنامج هو MOV معناه move. الفورمات أو يعني معناها الطريقة اللي راح يكتب بها بالكود هو move D S يعني destination source. الoperation هو راح ينقل أو يسوي copy المحتوى source إلى destination. The flags affected أنا none يعني ما عندنا flag راح يتأثر نتيجة تنفيذ الإعاز move. هنا مثال على الإعاز move. مثلاً نقول move AX BX فنحن نتعامل register مع register. فخلال هذا الجدول راح نشوف ممكن يكون memory accumulator أو accumulator memory register register وهكذا. فقط نلاحظ أنه هنا عندنا بعض الإعازات غير مسموح بها اللي هي يعني ما ممكن نستخدم move بهاي الحالات. الحالة الأولى اللي هي الثين destination والsource ثيناتهم memory location وهذا يعني إعاز خاطئ لا يمكن تنفيذه. نحن دائما نتعامل عن طريق والmemory location لازم يصير عن طريق register. عندنا الحالة الثانية هو DS وهي داتا مباشرة. احنا عندنا قاعدة انه السيجمنت ما ممكن نتعامل وياها بصورة مباشرة يعني لازم من خلال ريجستر اخر فقط للسيجمنت. زين عند الحالة الثالثة ايضا هذا not allowed. ليش؟ لان طرفين destination and source اثنينهم سيجمنت وهذا ايضا ما ممكن. والحالة الأخيرة اللي هو CS هذا له خصوصية هذا ما ممكن نتعامل وياه بصورة مباشرة أيضا.
يعني السي اس هنا دائما ما ممكن يكون ديستنيشن، ممكن يكون سورس لكن لا ممكن يكون ديستنيشن. اكو سؤال حدا على عاز موف، قلنا هاي امثله، هاي كلها امثله ممكن انه شلون نستخدم عاز موف بصوره صحيحه. ننتقل الى عاز اكسشينج انستركشن. The exchange instruction exchange the contents of a register memory with contents of any other register or memory. The general form of this instruction is as shown below. Now the exchange هو مشابه للموف، لكن الفرق انه راح يبدل البيانات بين the destination والsource. الطريقة اللي كتب بها هو XCG اللي هو meaning what the exchange. الفورمات هاي الطريقة اللي نكتب بيها بالكود اللي هو exchange destination source. الاوبريشن هنا نشوف السهم باتجاهين، معناها راح يبدل المحتوى، بينما لو تشوفون بالحالة اللي قبلها ويا الاعاز موف كان فقط كوبي للمحتوى، شوف السهم باتجاه واحد. فإذا هنا بالإكسشينج راح يكون السهم باتجاهين، معناها إنه راح يبدل المحتوى، وأيضا نفس الشيء هنا عندنا الفلاجز ما راح تأثر. The allowed operands for the source and destination are listed below. فهنا destination ممكن يكون accumulator والsource يكون register 16، أو memory مع register، register مع register، أو register مع memory. بس يعني دائما اكو طرف هو عباره عن ريجستر. فور اكزامبل اي اكس الف اند بي اكس 2000، من ننفذ الاعاز اكسشينج افتر اكسكيوشن الاي اكس هنا راح يصير اكسشينج بالداتا، فالاي اكس راح يصير 2000 والبي اكس راح يصير 1000. نجي على الاعاز اكسلت أو نسميه XLIAT instruction. This instruction used to simplify implementation of the lookup table operation. فإذا الغاية هو simplify implementation of the lookup table operation. The general form of this instruction is as shown below. اللي عايزين كتب XLIAT translate الformat XLIAT. الاوبريشن هو هذا المهم، انه هنا راح ياخذ الاي ال زائد البي اكس زائد الدي اس بعدين اكسباندد ويخزنه بالاي ال، يعني كانه راح يحسب لنا الفيزيكال ادريس ويخزن لنا اياه وين بالاي ال. طبعا الفلاجز اللي راح تاثر ما عندنا فلاج تاثر بهاي الحاله. عندنا اكزامبل اسيوم دي اس ألف البي اكس ألف and replaces the contents of AL by the contents of memory location with physical address. فهنا physical address راح نسوي expand للدي اس، يعني راح نحولها من 16 إلى 20 بت. ونجمع وياها قيمة البي اكس والقيمة اللي موجودة اصلا بالاي ال. فبعد ما نجمعهم طبعا عندنا هنا الدي اس الف نضرب في 10 راح يصير 10000 زائد الف زائد 5، فراح يكون الناتج 11005. Thus الاي ال يساوي 6 دي. The old byte was 05. NAL is replaced by 6D. فهنا خلال هذا الرسم راح نفهم اللي صار، انه هنا عندنا ال BX ألف ال AX هو عبارة عن AH و AL، فال AL أصلا شقد كان 05 القيمة اللي مخزونة به. راح نجمع مع ال DS اللي هي الألف
بعد ما اسوي اكسباند راح اصير 10,000. فطلع الناتج عندنا 11005. 11005 هو فيزيكال ادرس، فاذا راح نروح للوكيشن اللي هو 11005 وناخذ الداتا اللي بيه ونقلها للاي ال. طبعا هذا كله صار من خلال اعاز واحد اللي هو الاكسليت. فبالنتيجه راح الاي ال يخزن لنا القيمه او يظهر لنا القيمه 6 دي بدل من 0.5 اللي بدا بيها. عندنا الاعاز الاخر اللي هو لود افكتيف ادرس ال اي اي او ال دي اس او ال اي اس انستركشنز. هذول اللي عازت ثلاثتهم متشابهين بالعمل. These instructions load a segment and general purpose register with address directly from the memory. The general form of this of these instructions are as shown below. فعندنا هذا التيبل اللي عاز الأول قلنا LEA اللي هو load effective address. هنا الفورمات اللي كتب بيها LEA أي واحد من الرجسترات اللي هي 16 بت ويا من ويا الـ EA اللي هو الإفكتيف أدرس. الأوبريشن راح ينقل من الإفكتيف أدرس المن للرجستر 16 بت اللي يتعامل معه. LDS نفس الفكرة لكن load register and DS. هنا أنا راح طريقة كتابة الإعاز هو LDS register 16 بت ويا الإفكتيف أدرس. هنا من خلال الفيزيكال أدرس راح ينقل الريجستر 16 بت وفيزيكال أدرس زائد 2 المن إلى الدي اس. وأي الفلاجز ما راح تأثر. الإعاز الأخير هو الدي اس لود ريجستر أند إي اس. فهنا راح يصير لنا اللود وطريقة كتابة الإعاز والفورمات ريجستر 16 بت ويا افكتيف ادريس. فالفيزيكال ادريس للريجستر 16 بت والفيزيكال ادريس زائد 2 المن للاي اس اللي هو الاكسترا سيجمنت. وايضا الفلاجز ما راح تاثر. ناخذ هذا المثال حتى تكون الصوره اوضح. What does bx contain after executing load effective address bx. وهنا عندنا الإفكتيف أدرس اللي هو عبارة عن SI زائد 100 اللي هو هذا إندك زائد displacement مقدار 100. If SI is 1000 answer the effective address. راح نحسب الإفكتيف أدرس اللي هو 1000 زائد 100 فراح يصير 1100. فالبي اكس راح يكون 1100. زين نجي على المثال بعده اللي هو if SI ألف and DS ألف what do the register BX and DS contain after execution LDS BX SI instruction. فراح نحسب الفيزيكال ادرس اللي هو دي اس 1000 نضربها في 10 في 10 راح يصير 10000 زائد 1000 يصير 11000. The execution of LDS BXSI loads BX from address هذا 11000 and 11001. ليش 11000 و11001؟ من يجاوب؟ السبب انه اذا تعامل مع بي اكس قلنا هذا 16 بت. ف 16 بت حتى نبيهم لازم ناخذ 2 بايت. البايت الاول راح ياخذ 11000 والبايت اللي بعده هو 11001. and دي اس فروم ادريس 11002 11003 اللي هي قلنا الفيزيكال ادريس بلس 2 حسب ما شفناه بالجدول. فالبي اكس راح يعرض لنا 1200 او 127 A والDS 3000.
وهذا الرسم يوضح هذا المثال، انه 11000 بها 7 اي، 11001 بها 12، فهاي القيمة راح تكون بدل القيمة الأصلية اللي بي بي اكس واي، قيمة افتراضية كانت 6F2A راح تتبدل بسبعة بواحد واحد اثنين سبعة اي. والفيزيكال ادرس زائد اثنين اللي هو 11000 الى 11002 راح نبني بيها الدي اس، فالدي اس كان الف، راح نقدر نغير قيمته من خلال هذا الإعاز انه راح يصير 3000. واضح؟ عندنا ملاحظة: all data transfer instructions do not affect the status flags. فإذن هذه الفلاجز ما راح تتأثر من خلال هذا الإعاز. لهنا شباب أحد عنده سؤال؟ إذا معكم سؤال راح ننهي المحاضرة ونكمل إن شاء الله باقي الإعازات على المحاضرة القادمة. نعم دكتور، المثال الأخير إحنا في أداء دائما نضربها بعشرة. بالضبط، إحنا قلنا أصلاً الفيزيكال أدرس شو حسبنا وحكينا للجزء الأول من المحاضرة، إنه دائما السيجمنت ريجستر راح يصير له اكسباند. فمن نقول اكسباند يعني راح نحوله من 16 بت الى 20 بت، فمعناها كانه بالهكس هذا نضربه في 10. واضح؟ فدائما احنا الدي اس راح يصير له اكسباند، فمن يصير له اكسباند راح نضربه في 10 حتى نحسب الفيزيكال ادرس. بعد اكو سؤال اخر؟ شكرا جزيلا لكم، أشكر حضوركم ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وراح أنزل لكم كويز أو هومورك من خلال الكلاس، فتابعوا إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ. أشكر حضوركم وراح انهي المحاضرة ان شاء الله. شكرا استاذ. اشكركم.